السلام عليكم ورحمة الله. تكلمنا عن الصغار الاجتماعي، العوامل اللي ممكن تأثر، ومكان أو مداخل المشكلة، وتكلمنا برضه كمان عن المصطلح الأساسي لأي صغار أو مشكلة، وشرحنا فيها مسببات وأسباب المشكلة المضر والمتضر في الموضوع. اليوم حنتكلم عن كلمة جديدة داخل المحور، عن الاستقرار، وهي تيجي بعد المشكلة، وهي الضرر. فلما عرفنا المشكلة عرفنا من الشخص اللي يضر، الشخص اللي يضر. الآن حناخد فكرة عن الضرر نفسه، إيش صوره، كيف أشكاله، وإيش المسميات. كويس؟ طيب، هنتكلم عن الضرر. أول حاجة، الشخص المتضرر تمام هو شخص ما عنده مشكلة، هو شخص إيش؟ هو شخص يشتكي ألم في السن، يشتكي ألم في الصداع، يشتكي ألم في التعليم. أسباب الألم هذا ممكن يكون إيش؟ الأسباب اللي تكلمنا عنها في المشكلة. طبعا أنت لما تيجي تاخذ كلمة مشكلة وتطبقها، ما تطبقها بس على العلاقات، حتى تطبقها على نفسك. إذا أنت عندك مشكلة في سنك، مشكلة هذا لها أسباب، فهمت علي؟ لها أسباب، أنت لازم تعرف فين المشكلة وتبدأ تحلها. كويس؟ فعندك مشكلة، يشتكي من سنك، يشتكي من عيونك، يشتكي من رأسه، يشتكي من المستوى الاجتماعي، يشتكي من فلان، يشتكي من ضرر فلان، يشتكي من فلان، فهمت علي؟ أسباب الشكوى تمام هي مش بأصلها من خوف أو ضعف، هي عجز عن التعامل، عجز يعني عجز. يعني هو عنده مشكلة بأسنانه، لكن ما هياخذ الزبادي والفلاح، لا، هو هيروح يشتكي مشكلته للطبيب. ليه؟ لأن الطبيب عرف عن نفسه إنه هو إيش؟ إنه هو طبيب يعالج الأسنان. مستحيل إنه الإنسان يكون يعالج كل هو الطبيب، هو الشخص اللي يسوي عملية نفسه، لا يمكن أن يكون. فبالتالي إذا واجه الضرر يشتكي للأشخاص اللي هم متمكنين، فهو عنده عجز تمام، يروح للشخص المتمكن. الشخص المتمكن يطلب منه إيش؟ يطلب منه الأمر أنه يخفف عليه الضرر، سواء بمعالجة المشكلة أو إزالتها. شايف؟ ده المعالجة. لما نيجي نتكلم عن المجتمع تحديدا، تكلمنا الحين عن كلمة ضرر بشكل عام، نتكلم عن المجتمع. المجتمع تمام على الأقل نظري ينقسم، أو في هيكلية مختلفة في المجتمع. في الهيكل الخلوي أو الهيكل القبلي، خلاص، وفي الهيكل الشعبي.
القبيله والشعب. طيب فعند القبر يرجع الى القبيله خلاص ويستند على فعند القبيلة كلمة الشعب كلمة الشعب كويس وبعدين الشعب يرجع للعائلة خلاص هنا القبيلة وبعدين في حتة ايش القصة فيجي واحد يسأل يقول لك طب ايش الفرق بين الأسرة والقبيلة هذا هو الأسرة تنتمي إلى قبيلة، القبيلة فكر قبيلة. الشعب تمام فكر شعبي والعائلة تمام العائلة هي تنتمي إلى الشعب لا تنتمي إلى القبيلة. فلما تسمع واحد يقول لك عائلة يقول لك كلام الشعب. تسمع واحد يقول لك قبيلة تعرف ان هو يتكلم عن اسره تمام ليش انا يعني ذكرت الكلام هذا لانه المشاكل تختلف تمام باختلاف المحيط العام اذا كان قبلي في انواع من المشاكل في انواع من الحلول اذا كان شعبي في انواع من المشاكل وفي انواع خلاص هل هذا اسلوب حياه صحيح هل هذا اسلوب حياه صحيح كله صح هذا صح وهذا صح وفي ناس عايشين في قبائل وفي ناس عايشين في شعوب تمام لكن ربنا في القران حدد العلاقه بينهم بالمعرفه العلاقه بين الاثنين ليش ربنا قال كذا؟ القرآن هو جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف فهو ربنا طلب منك ان انت كنت شعب تعرف القبيلة كيف ماشية وتتعامل معها على هذا الأساس ما لك صلاح لا تتدخل في شعوب بالنسبة للقبائل عشان الشعوب يمشوا ما لك صلاح أول ما تدخل أنت قبل في شعب وتبدأ تحكم عليهم تبدأ بشكل أول ما أنت كده تتسبب بهم الضرر أول ما أنت تكون شعب وتروح لقبيلة وتبدأ تقول لهم ليش 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 حتضرهم أنت فبالتالي لازم أنت لما تكون شعب في القبيلة لازم تحترم تمام أسلوب الحياة وهم بالعكس لازم قبل يروح للشعب لازم يحترم أسلوب العيش لأنه ربنا طلب منك أن أنت تتعارف معاه مش تغيره ولا تحت مستويات التخليل تحت مستويات التعليم ما لك صلاح يا أخي ما لك صلاح ده واحد اثنين على المستوى ده لأنها كلمة على المستوى نيجي للأسرة العائلة اللي يكون فيها فرد ويكون عنده إيه؟ مصدر الفكر القبلي الفكر القبلي بيقول لك إنه دائما المشكلة عنده في الخروج تمام عن المحيط
لابد عندهم الأرض حاجة مقدسة، عندهم شيخ كبير شيخ شيء مقدس، وعندهم شيء قبائي شيخ قبائي هو شيء مقدس، كلامه صح حتى لو كان غلط، وكلامه صح لو طلع صح. فهم عندهم الحفاظ على اللحمة مقدم على مصلحة الفرد، فالفرد لازم يصعد. ليش؟ أنا من هنا أنا عارف، بس أنا فاهم كويس، فأنا أعرف هذا الشيء، هم عندهم الصح صح حتى لو كان غلط، والغلط صح حتى لو، بس عندهم مين هو الشخص الآخر اللي كان رب الرسول، اللي كان رب الكبيرة، اللي كان رب طبعا هم استخدموا الطريقة هذه في الحياة عندهم مرة مرة، بينما هنا الوضع يختلف، هنا عندهم في العقل عندهم كبير على كبير الشعب، نعم كبير الشعب، هنا عندهم بينبني على اساس ايش؟ على اساس السن الاقدميه والاخر، يعني السن العقل. هنا لا، هنا الاصلحيه تلعب دور. ممكن يقود في ممكن يقود عالم الاخر اصلا، ممكن يقود شعب تمام الشخص اللي هو ممكن يكون اقل شعب، ممكن على مستوى الشعور ممكن يقودها شخص يعني الأكفأ والأمكن والأبودية. فالأهلية بالنسبة لي، الأهلية بالنسبة للشعب تختلف في معيارها، هنا الأهلية دائما ظاهرية وهنا دائما أهلية باطنية في الطبع. هذا مختصر بالنسبة لي بشكل عام، تمام؟ فلازم هذا ضروري من واحد من الآخر. ليش أنا بقول الكلام هذا؟ لأن هذا كان أساس لكل شيء. هذه الأشياء اللي قلنا عنها هذه أشياء مسلمة، يعني أنت ما كنت تتكلم بالسرعة المستوى اللي على السرعة. لبس اليد، لبس الكوع غلط، هذا عرف قانون خلاص لا يصح الجدال فيه، انتهينا. فالكلمة فيه الأول ده هذا لا يصح الجدال فيه. نجي الحديث اللي الشعوب هي اللي خسرت لك، تمام؟ قالت لك نحن بنخاف وعندنا مشكلة لما يكون عندنا فساد اجتماعي، عندنا واحد أو شخصية اسمها خلينا معلش نربطها بالأسوأ. هذا الشخص أو الشخصية اسمه عازم، تمام؟ هذا عازم، تمام؟ وفي هنا بالنسبة لي القبيلة، تمام؟ دائما يضم الشخص اللي هو خارج، خارج اللي هو مثلا خارج من الدور أو يسميه خارجي أو إيش يسميه، بس هو اللي الشخص اللي هو اللي هو خارج، ما انتظر القانون، يعني زي واحد يلعب كورة، تمام؟ وجاء قال لهم في نص المباراة قال لهم لا أنا في نص الجزئية لازم أمشي كده، كلهم طلعوا برا، كلهم طلعوا برا خالف القانون، هذا خارج خلاص، ارتحت خلاص. وفي هنا العازم، هذا تشوفه يجي في نص المباراة يجي يقول لك أنا
ما ممكن انا اروح اللعبه تكون بيد ما تكون بيد راح يبغى ياسس لك ايش؟ كره سله تمام؟ فلما خرج بعد بزرع يروح هياسس لك طفل جديده جديده هياسس جديده جديده ما هو مشكله تمام؟ يروح لكن هيتحمل العقبات اللي تكون فهو طالما انه خرج بسلامته ما ياسس هو يقول الله خرج على الطرق خرج على السنة سنية زي ما سنة بس هو الله هو بقى انه بيجي يقول له لما تخش جوه جوه قبيلة يأشر له جوه شوف لا ويتكلم هذا واحد يتكلم حتى احدى الايجابيات اللي موجوده في القبيله ما فيها ما هو الشيخ غير يقول مثلا الاخر فهو خرج من خلاص هنا في الشعوب والمجتمعات لازم نعرف شخص يحرر كل حاجة بس من الوقت يعني يتحكم في حاجتين يتحكم في الملح وفي السكر لا يزيد السكر ويخرب الأكل لا يزيد الملح ويخرب الأكل بس يعني أنت مهما سويت إيش ما طبخت هو هيجي ويقول لك الملح ويخرب الأكل سويت أحلى حاجة كوبايه السكر أصبح كل شيء أنت سويته ما هو أي ويظهرك قدام الناس بالشخص اللي أنت أرسلت عليهم وأنت أرسلت عليهم وأنت أرسلت عليهم هو ليه بيسوي اللي هو تمام أنا من فين أجيب الكلام هذا روح أنت تمام لازم تشوف هنا ليش الفنون؟ لأن الفنون بتتكلم عن الحياة الاجتماعية بتتطرق لمواضيع ما حيتطرقوا لمواضيع إلا لما تكون من اهتمام المجتمع فلاحظ هنا إنه في الفنون هنا دائما تمجيد وتعزيز للأسس لأنهم عندهم الاستقرار مهم في المحافظة فهم عندهم فلسفتهم في المحافظة على الاستقرار هي المحافظة على رؤوس الاستقرار دي فلسفتهم في التاريخ ما أعرف بس هنا كل الفنون هنا اللي في تسمع إذا كانوا ما يتكلموا عن التمجيد والمدح وهذا دائما بيضموا في الحواس أو العزول اسمع الفنون الشعبية أي فنون يقول الفنون الشعبية لو أسمع حصل منهم يقولون في العصر إنه العازل هذا هو اللي يفسد عليهم المجتمع هو اللي يزود النفع ويزود السكر لأن تقول لك ما في مشكلة الله ممكن يزود السكر ويزود فيخرب كله والاثنين يحاول يصنع هذا الشيء عشان يحافظوا على الاستقرار. يحافظوا على استقرار المجتمع، الأطفال مرتاحين، الناس عايشة كويس، مرتاحة. فنرجع نقول الضرر تمام دائما يكون متحكم. بالنسبة لأي مكان كانت الأسباب وأي مكان كانت الضرر. خلاص هاي فعلا اللي يضر هنا عادي بالنسبة للشعب الشعب عند العادي وبالنسبة للقبيلة القبيلة عنده
خارج فهنا مهمة الأشخاص أنهم يعرفوا مين. أما مهمة الشعوب لازم يعرفوا العالم، لازم هذا لازم ينفضح. هنا لازم ينفضح. هنا لازم نعرف فلان حاج. هنا فلان هو السبب في كل المشكلة. هنا إذا ما انفضح ما في. هتستمر المشكلة. هنا لو الخارج ما عرف أتمنى أن الأمور تكون واضحة بالنسبة لي أكثر الضرر يقع بالنسبة لي الوائد الكلام بسبب الضرر اللي هو الشخص الخارج الشخص بالنسبة للشعور الشخص العاقل الشخص اللي يعيش زي الجزاز العازل العازل للشعور ينزل الحقائق ويتجنب اسمع بالفنون الاجتماعيه الشعبيه في بروده هو ايش بيسوي اسمع بالفنون القبليه في بروده موجوده في الفنون موجوده في السنه الثانيه اي واحد من الشعبيه يقول لك ايش المناسبات حقها ليش فلان فلان كذا ليش فلان فلان كذا في مناسبات مسألات في أحداث صعبة فهذه مهمة جدا أن تبدأ تقول على الصحة إيش هي إيش يشتغل إيش يشتغل اللي يجمع الاثنين دول هو معنى الثالث أو العالم إن هم بيلحقوا الضرب بمين؟ بيلحقوا الضرب بمين؟ هذا اللي يجمعهم تمام؟ وأهم علامة لما كنت تلعب العازل وتعرف الخارج تمام؟ إنه ما عنده حل فهمت علي؟ ما عنده حل هو يخرج فهمت علي؟ بس ما عنده حل ما عنده بديل ما في بديل بديل لو كان الجمهور والوجود هذا يصب في مصلحته الخاصة أو في مصلحته أنه هو يصير هذا كان في مصلحة لكن هو عنده التزام والانضباط والمفاهمة والقواعد يعني أكيدة في الإنسان وهنا عنده مفاهمة وجهد لا غير منخدع تمام في التخريب تمام فالاثنين هو محرم صح هذا الطريق ماذا؟ طب تعرف اللي هنا أفهم من الشعبية طب تعرف هذا أفهم السنين وشكرا